السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم فيه عن الرسم. بعد كده هنكمل إزاي، هل إحنا الدور ده هو الدور ده زي الدور اللي فوق زي كده، ولا هيكون مختلف؟ غالبا بيكون الأدوار المتكررة مختلفة عن الدور الأول. فأنا بدخل على الليفل اللي بعده، بجيب الفايل الأوتوكاد بتاعي وأشتغل نفس اللي أنا اشتغلته في الدور الأرضي. هاخد الدور المتكرر مثلا، أدوس أوبن خلاص، وأظبط الفايل بتاعي، اعمل له امبن كده واسحبه، اعمل له اللاين وابدا ارسم البلاطه الجديده او الشكل الجديد للبلاطه، لانه غالبا بيكون في بلكونات مثلا وبيكون في بروز اكتر من كده. لو انت يعني في تغيرات بتكون في الادوار المتكرره، فانت على حسب كل دور بتبدا تظبط الشغل بتاعك. ولكن ده حاجه خلاص احنا عرفنا هنشتغل ازاي، ولكن انا هتكلم في الفيديو ده لو انا عندي الدور الارضي زي الدور المتكرر، وغالبا بيكون الاعمده هي بنفس الشكل كل دور. فانا هدخل على 3D. خلاص انا مش هتفرق بقى معايا فايل اوتوكاد ولا لا، انا هشتغل على الفايل ده. هاجي هنا كده ادخل على 3D او اي ليفل، وادخل او اي سايد فيو، واختار الاعمده اللي عندي دي بالبلاطه، وعايز اعمل لها ريبليكيت، يعني عاوز اكررها على الادوار اللي جايه. طيب انا بعد ما عملت سيلكشن ده باي طريقه، يعني انا عملت سيلكشن بالشكل ده وعايز افلتر بقى، انا مش هعمل ريبليكيت للليفلز اكيد. فعشان اعمل فلتر دوس على علامه الفلتر دي، وبعد كده تشوف انت محتاج ايه. ممكن نعمل تشيك نون ونختار الحاجات اللي احنا عاوزينها بالظبط. هدوس على فلور، اكيد محتاج الفلورز ومحتاج الكولومز والفريمنجز، اللي هو ايه الفريمنج اللي هو الكاميرات يعني، والوولز. انا كل ده محتاج ان انا يتكرر معايا في الادوار المتكررة دي، وبعد كده بدوس اوكي. كده انا اخترت الحاجات اللي انا محتاجها بالظبط. طيب بعد كده هدوس على عاوز اعمل لهم كوبي واعمل لهم بيست في الادوار اللي تانية. فهعمل كوبي بالشكل ده، وبعد كده هعمل بيست، ادوس على align to selected levels، واختار الليفل اللي بعده اللي هو ليفل 2 مثلا، وادوس اوكي. يفضل ان انا ما اعملش ريبليكيت لكل الادوار مره واحده، لان انا زي ما انتم شايفين لا الدنيا مش مظبوطه، يعني هو واخد في حاجات مش مظبطه، فانا هبدا اظبطها بالشكل ده. ما اعرفش دي جت ازاي. طيب هبدا اظبطها. انا دلوقتي عندي الفلور ده الليفل بتاعه ايه؟ الليفل بتاعه هو فلور 2، فانا عاوز اوديه لفلور 2 وهو تاخد على فلور 3. طيب فهعمل الاول احنا نظبط الاعمده عشان بس يكون في مبيبقاش في مشكله. اختار الاعمده دي، اختار هنا الكولومز، وانا عايز الاعمده البيز ليفل بتاعها يكون ليفل 1 فلور 1، والبيز اوفست ده بصفر. البيز اوفست يعني انت عاوز تنزل تحت شويه عن الليفل اللي عايز تطلع فوق شويه كده. بعد كده هختار اللي هو فلور لغايه فلور 2، وادوس انجوين مفيش مشكله، واعمل اللي هي البيز اوفست ده بزيرو. وكده انت ظبطت الاعمده بتاعتك. دي الحوائط، الحوائط دي هتختارها انت عايزها البيز ليفل بتاعها بيكون ليفل او فلور 1، والبيز اوفست بتاعها بزيرو، هتلاقيها بالشكل ده. احنا نبص على السايد فيو احسن عشان نبقى متاكدين من الليفلز. دي برضو الليفل بتاعها هو الليفل 2، ونخلي دي بصفار، تلاقي الكاميرا تنزل تحت، وناخد الفلور ده نخليه ليفل 2 برضو، ونخلي دي بصفر. كده انت ظبطت كل البلاطة بتاعتك. الحيطة دي ممكن نسحبها من هنا عادي، ننزلها هنا الليفل بتاعها. الكاميرا دي برضو نفس الشكل، خليها ليفل 2. عشان كده يفضل ان انت متعملش ريبليكيت مرة واحدة، لانك انت ممكن تكون في مشكلة في الليفلز او فرق الارتفاعات. الحركة دي حصلت بسبب ان انت العمود هنا، ارتفاع العمود هنا غير ارتفاع العمود في الليفل اللي بعده. طيب بعد كده باخد ده كوبي كله، واعمل فلتر، اعمل تشيك نون، واختار اللي هو الجريدز اللي هو الكولومز والفريمينجز والوولز والفلورز، واخد ده واقول اوكي. بعد كده اخدها كوبي وبيست للدور اللي هو فلور 3 وادوس اوكي.
هتلاقي ان هنا في overlap في ال walls، مش مشكلة اختار ال walls دي كلها او اختار كل ده. برضو ارتفاع الدور هنا مختلف، هي مشكلة اختلاف ارتفاعات الادوار. هخلي دي بزيرو من ليفل 2 ليفل 3. بعد كده كده اهو خلاص كده كل الاعمدة تظبط معايا. بعد كده اختار الحوائط ال walls واخليها مش اناليتيكال، اناليتيكال ده بيتكلم على الجزء اللي هو بيبقى مرسوم عشان تحلل بيه، ده خليها بصفر كده. انت ظبطت ايه كل الليفل، الليفل الدور كامل الارتفاع مختلف كان. بعد كده هدوس على كده ودوس فلتر تشيك نون واختار خلاص الفلور والكولومز والفريمينجز والوولز وادوس اوكي. اعمل لها كوبي وبيست للدور اللي بعده اللي هو ليفل 4 و5 مثلا 6 و7. خلاص الادوار كلها بنفس الارتفاعات. لو حصل اي مشكله بتبدا تظبط، طبعا هتلاقي خلاص نفس الارتفاعات ومفيش اي اختلاف ما بينهم. كده انا ظبطت ايه كل المبنى بالشكل ده، خلاص كل حاجه متظبطه عندي. الحوائط طالعه لغايه المنسوب اللي فوق، كل حاجه موجوده في الليفل بتاعها. وطبعا في اخطاء ساعات يعني الناس بتغلط فيها، ان هو بياخد العمود من اول لاخر مره واحده، ان هو بيرسم العمود من هنا يقول له انا عايز لغايه ليفل 6 او ليفل 7. ده بيبقى فيه مشكله في انك ما بتعرفش تعمل تقسيط في القطاع. طبعا القطاع ممكن يتغير كل دورين بتنقص مثلا 5 سم او 10 سم، فبيبقى فيه مشكله ان انت تعرف تغير في القطاع كل ما بيطلع لدور مختلف. وغير كده التسليح طبعا ممكن يختلف، فحاجات كتير بتختلف. فانت ما ترسمش العمود مره واحده، ما ترسمش الحيطه مره واحده. كده كده هو التسليح بيتداخل، لو انت بترسم التسليح فانت اللي متحكم في الموضوع. وفي خصم طبعا بيخصم العمود من، بيخصم في الحصر بيخصم البلاطه من العمود والحاجات دي. فانت يفضل انت تفصل ما بينهم عشان ما يبقاش معاك اي مشكله في اي تظبيطات بعد كده. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبدا نتكلم عن السلالم، ودمتم سالمين.